اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت واهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه. ازيك يا دكتور وهارد لك. الحمد لله تمام. هارد لك طبعا لجماهير النادي الاهلي والمجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني. يمكن احيانا كره القدم احيانا ما تكون ظالمه. يمكن النادي الاهلي النهارده بصراحه بالارقام عمل كل شيء في الماتش. في ايجابيات كتير في ايجابيات في الارقام وفي برضو بعض السلبيات اللي هنتكلم فيها. يمكن النادي الاهلي النهارده تفوق في الاستحواذ، يعني الاستحواذ النادي الاهلي كان 51% مقابل 49% لنادي الزمالك. النادي الاهلي عمل 404 تمريره مقابل 380 تمريره لنادي الزمالك. النادي الاهلي راح على الجون كم مره؟ محاولات على المرمى راح 16 محاوله على المرمى مقابل 6 للزمالك. ولكن الرقم السلبي للنادي الاهلي النهارده ان من ال 16 محاوله على المرمى 2 بس صح. ده الرقم اللي هو فيه سوء توفيق، فيه ممكن نقول بعض عدم التركيز من اللعيبه. لما تروح 16 محاوله على المرمى 2 بس منهم ما بين الثلاث خشبات، ده الرقم السلبي. يعني 16 محاوله انت عامل اكتر، يعني ايه؟ الزمالك راح 6 مرات بس على الجون منهم 2 برضو صح. احنا رحنا 16 مقابل 2 صح للنادي الاهلي من ال 16. عدد العرضيات برضو ادي الارقام قدامنا على الشاشه زي ما قلنا، يعني الاستحواذ 51% للاهلي، نادي الزمالك 49%، التمريرات 404 للاهلي 380 للزمالك، المحاولات 16 منهم 2 صح للنادي الاهلي 6 للزمالك منهم 2 صح، والعرضيات طبعا 25 11 للنادي الاهلي طبعا، الضربات الركنيه 3 و3. اذا انت تفوق، بدات الشوط الاول بدايه كويسه جدا في الضغط. اول 35 دقيقه اعتقد ان يعني 35 دقيقه ممتازه، يعني 35 دقيقه انت تفوقت. السر في الضغط، السر في الرقابه، في التعليمات. يمكن احنا معانا الحالات هنبص نلاقي حتى محمد مجدي قفشه مكلف برقابه طارق حامد، عمرو السوليه مكلف برقابه فرجاني ساسي، كذلك برضو اليو ديونج. يعني اوباما ما كانش موجود بدليل ان كارترون راح مغيره اول تغييره وودى احمد سيد زيزو كبلي ميكر وودى عبد الله جمعه جناح. وبالتالي انت لو استعرضنا اول حاله فنيه هنلاقي ان النادي الاهلي بدا بشكل كويس جدا. يعني الضغط نموذجي في وسط الملعب، خرجت لعبت نادي الزمالك ما كانوش عارفين يبنوا هجمه في الشوط الاول. ولكن انت ما استغلتش الشوط الاول الحاله اللي انت كنت فيها. يعني لو بص حضرتك هتلاقيك، بص نوقف هنا يا استاذ سمير ثانيه، نرجع ونوقف هنبص نلاقي كل، بص حضرتك البناء عند نادي الزمالك، بص هتلاقي هنا كل لاعب قدامه لاعب. يعني اجايه بيقرب، هنلاقي ان قفشه رايح على طارق حامد المان تو مان، بيبنوا الهجمه مش عارفين يبنوها. ليه؟ من كتر الضغط بتاع النادي الاهلي اللي كان في الشوط الاول. ده الشوط الهجمه هتروح على ديانج، ديانج في الاخر هيقطعها. ديانج طبعا مميز بحته الكره الثانيه. برده الحاله اللي بعدها هنبص هنلاقي برده نفس اللعبه، نادي الزمالك بيبني، بص حضرتك هتلاقي الرقابه والزمالك مش عارف يطلع بالهجمه نتيجه الضغط المميز جدا من النادي الاهلي. أيوة. بذلت مجهود بدني كويس جدا في الشوط الاول ولكن ما نجحتش ان انت تترجمه لهدف. ليه؟ نتيجه ممكن نقول يعني ايه، سوء التوفيق او مثلا عدم التركيز من بعض اللاعبين في نهايه الهجمه. ودي النقطه المهمه جدا لازم نشتغل عليها في الفتره الجايه، اهدار الفرص. ما ينفعش اروح 16 محاوله على المرمى ما سجلش ولا هدف. دي النقطه اللي لازم نشتغل عليها الفتره الجايه، مهمه جدا. الحاجة التانية برضو يمكن معانا اليو ديونج. اليو ديونج قدم أحسن اثنين في النادي الأهلي النهاردة كانوا اليو ديونج وياسر إبراهيم. اليو ديونج بصراحة قدم مباراة كويسة جدا وكان سبب في السيطرة في وسط الملعب. لو استعرضنا أرقامه هنلاقي إن هو أكتر لاعب قطع الكورة 27 مرة، ده رقم واحد قدامنا الأرقام على الشاشة. أكتر لاعب استعاد الكورة الثانية 18 مرة. أكتر لاعب عمل مراوغات ناجحة كمان وصنع فرصة واحدة وليه محاولتين على المرمى وحصل على خطأين وعمل أربع تمريرات طولية. أيوه. إذا لو بصينا على أرقام اليو ديانج قدم مباراة كويسة، حتى كان بيروح ليه إحنا شفناه قطع الكورة وشاط وراح على الجون، برضه هو ارتكب خطأين وحصل على خطأين، عمل عرضية واحدة. معانا برضه ليه لقطة كده إن هو كان بيقطع كورة وبيسدد، فهو اللعيب عنده بصراحة لعيب مميز جدا وكان سر من أسرار تفوق النادي الأهلي. بص الضغط والروح، يعني الضغط بتاع اليو ديانج أهو ده الضغط اللي بنتكلم عليه، الضغط اللي كان مميز قوي في الشوط الاول، قطعها وراح شايط. فالنادي الاهلي ما استغلتش انت الحاله اللي كنت عليها في الشوط الاول، كان لازم تخطف هدف. احيانا كره القدم بتعاقبك على اهدار الفرص. ده اللي حصل، كره القدم عاقبتك النهارده على اهدار الفرص الكتير. بالذات لان ركلات الترجيح دي حظ اساسا. ولكن برضو في بعض يعني برضو ما ننساش نتكلم على ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم قدم مباراه كبيره جدا وانا شايفه مكسب المباراه النهارده، ان انت بتكسب زي ما قلنا. ياسر ابراهيم كان دوره مهم ان انت في قبل المباراه عشان يغطي على علي معلول وفي نفس الوقت يكسب الالتحامات الهوائيه مع مصطفى محمد. لو بصينا على الحالات الفنيه هنلاقي ان ياسر ابراهيم
ما جايبين ثلاث حالات لياسر ابراهيم، بيغطي بيعمل الكفرنج على علي معلول، علي معلول بيتقدم نلاقي ياسر ابراهيم مرحل. نبص ادي اول حاله معانا، ياسر ابراهيم راح علي معلول اتلعبت في ظهره، قطع دخل على احمد سيد زيزو اهو، دخل عليه وقطعها. فياسر ابراهيم بصراحه مكسب من مكاسب المباراه، يعني لو كان طبعا النادي الاهلي كان كسب وكانت بركلات الترجيح، كان يعتبر ياسر ابراهيم واليو ديانج كان اخذ نجوم المباراه. يعني بص حضرتك ياسر ابراهيم ضغط اهو في واحده، وادي الثانيه اهي، لا هايل الصراحه وعنده روح وبيلعب بشخصيه وعنده شخصيه النادي الاهلي وعنده روح. دي واحده ثانيه برضه اهي اتلعبت في ظهر علي معلول، هنلاقي دي في اخر الماتش في الدقيقه كام اتلعبت اهو. بص ياسر ابراهيم دخل وقطعها. ايوه اذا ياسر ابراهيم لو استعرضنا برضه ارقامه زي ما استعرضنا ارقام اليو ديانج، هنلاقي ان هو ثاني اكتر لاعب قطع الكره في المباراه، يعني بعد في لعيبه النادي الاهلي بعد اليو ديانج. أيوه. اليو ديانج 27 مره، ياسر ابراهيم 20 مره، عمل 8 تمرير طولي منهم واحده صح، فاز بالتحامات هوائيه 3، التمريرات القصيره الصح 38 من 39، يعني واحده بس غلط. واحنا يمكن بالنسبه لارتكاب الاخطاء ارتكب خطا واحد، وده رقم برضو من الارقام، يعني ما بيرتكبش فاولات كتير. اذا الاثنين اللي كانوا مميزين قوي في الماتش النهارده اليو ديانج وياسر ابراهيم، كذلك محمد مجدي قفشه شايف ان هو كان مهم مع عمرو السوليه في اعاده السيطره، الثلاثي ده تحديدا كان متفوق تماما في الشوط الاول عمرو السوليه، وبذلت مجهود زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي اضاع الفوز في الشوط الاول تحديدا، كنت متفوق بعمرو السوليه باليو ديانج بقفشه، كنت ممكن تسجل، كانت المباراه اتفتحت وكانت اتسهلت كتير جدا. ولكن زي ما قلنا سوء التوفيق، اهدار الفرص المحققه اللي ضيعناها لما تروح على الجون 16 محاوله ما تسجلش ولا هدف، ده اكيد اهدار فرص من لعيبه كتير. يعني تاني حاجه برضو سوء التوفيق، يعني في نقطتين كمان فايلر ممكن لو كنا كسبنا بركلات الترجيح كان النقطتين، يعني النقطه دي ما كانتش تتقال، اللي هي التاخير في التغييرات. ممكن نقول ان في الدقيقه 72 كان في بعض اللعيبه مثلا غير موفقه، زي يعني جرالدو كان غير موفق، كان مثلا عمل 6 عرضيات منهم واحده صح، وعمل محاولات على المرمى 3 منهم ولا واحده صح، وبالتالي جرالدو كان مميز في الدور الدفاعي فقط، ولكن على مستوى الهجوم تحس ان هو عامل قلق بس عنده اللمسه الاخيره غير موفقه بصراحه، ده جرالدو. فاعتقد ان التاخير في التغييرات برضو من فايلر كان، ولكن النقطه دي كانت ممكن الناس تنساها لو كنا كسبنا بركلات الترجيح. النقطه اللي بعد كده برضو السلبيه الاخرى الاختيار در ركلات الترجيح، ممكن بعض العناصر في ركلات الترجيح كان ممكن تكون تؤهل اكتر، يعني مثلا لو كنت نزلت واحد زي وليد سليمان خبره اكتر في ركلات الترجيح، يعني افضل مثلا محمد هاني في ركلات الترجيح مش مميز قوي في ركلات الترجيح، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه بيشوطوا ركلات الترجيح كويس، وبالتالي ممكن كان اختيار العناصر في ركلات الترجيح يكون بشكل افضل. ولكن دي دروس مستفاده، احنا عندنا 11 بطوله سوبر، ده النهارده نادي الزمالك بياخد البطوله الرابعه، يعني فرق 7 بطولات، وبالتالي انت ارفع راسك فوق، انت اهلاوي، يعني مش مجرد ان انت خلاص خسرت بطوله خلاص تزعل، لا، البطوله دي انت تستفاد منها، مش احنا لسه الموسم طويل، لسه عندك نادي الزمالك يوم الاثنين وعندك صن داونز، لازم تطلع بدروس مستفاده من المباراه. ان انت ايه، ما ينفعش بقى الفتره الجايه نضيع فرص، دي اول حاجه، النقطه المهمه جدا. النقطه الثانيه ان انت تستفاد، النهارده كسبت ياسر ابراهيم، مكسب كبير قوي في خط الدفاع بصراحه، يعني مكسب كبير جدا مع اليو ديانج، كذلك برضو عوده رمضان صبحي في الفتره الجايه هتفرق كتير جدا، يعني تخيل النهارده لو كان رمضان صبحي بصراحه بلعيب بيديك فارق، برضو عودته هتفرق كتير جدا في ناحيه الجبهه اليسرى مع وجود علي معلول. النهارده النادي الاهلي بيعتبر بيمتلك خط وسط ناري، اليو ديانج، عمرو السوليه، قفشه، الثلاثه فرضوا السيطره بقوه في وسط الملعب، فدي كل دي مكاسب. الحاله بتاعت محمد الشناوي برضو المميزه في الفتره الاخيره، كل دي مكاسب تقدر ان انت تبني عليها في مباراه صن داون، تحضر بشكل اكتر، تستفاد من الاخطاء اللي حصلت النهارده. ولكن انا شايف ان اكبر السلبيات النهارده لازم تشتغل عليها، اللي هي الاهدار الفرص، الحاجه الثانيه التاخير في التغييرات ممكن يكون يعني اقرب من كده، دول النقطتين اللي لازم نشتغل عليهم الفتره الجايه. تمام، اذا لو تقدر تقول لي مثلا من يستحق ان يكون رجل المباراه من فريق الزمالك؟ ابو جبل، ابو جبل. النادي الزمالك اصلا كسب يعني بركلات الحظ بصراحه، يعني النادي الاهلي احيانا كره القدم ما تكون ظالمه، نادي الزمالك لعب على كده، هو كان لاعب بنفس اللي اتكلمنا فيه قبل المباراه، هقفل والعب في وسط ملعبي والعب بهجمه مرتده، احنا ما شفناش هجمه مرتده، ما شفناش سرعه التحول من الدفاع للهجوم خالص النهارده، لان ليه؟ لان النادي الاهلي كان بيضغط صح، كان بيمنعهم ان انت تحضر التمرير الطولي، عندك خط وسط بسم الله ما شاء الله كويس جدا، ولكن انت ما ترجمتش السيطره والاداء المميز ده على هدف، ده اللي لازم يحصل الفتره الجايه، لازم وعايز اقول لحضرتك على حاجه، فايلر حتى الان النتيجه دي لا تحسب خساره، ده تعادل
يعني فايلر بالارقام ما خسرش غير مباراه واحده اللي هي مباراه النجم الساحلي، وبالتالي مش عايز، لا عايز ان انت تبني في الفتره الجايه، مهمه جدا الفتره الجايه، مهمه جدا المسانده من جماهير الاهلي في الفتره الجايه ان شاء الله عشان ناخد افريقيا زي ما بنقول دايما على الحلوه والمره معاه. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، ان شاء الله نتقابل في الايام القادمه. شكرا ان شاء الله وبالتوفيق للنادي الاهلي في الفتره الجايه باذن الله. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كابتن ناصر عباس، علامات استفهام كبيره جدا على حكم المباراه، خلينا نشوف هيقول لنا ايه، قد يكون من وجهه نظره امور اخرى، خلينا نشوف ماذا سيقول كابتن ناصر عباس عن حكم هذه او طاقم التحكيم لهذه المباراه.